السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح لزم بسيط بقدر من خلاله أحط بواطات الترييح اللي هي البول بوكس أو الجانكشن بوكس على خطوط أو مسارات الهوم ران اللي طالعة من اللوحة عندي، سواء خطوط كهرباء باور أو داتا أو تليفون أو أيا كان الخطوط بتاعتك اللي أنت عايز تحط عليها بواطات ترييح. مثلا لو عندي لوحة توزيع بوزع منها لينيات أو دوائر بالشكل اللي قدامنا ده اللي هو الخطوط الصفرة دي، وعايز أحط بواطات تريح كل 15 متر أو كل انحناءين، كل انحناءين في أي خط من اللي طالع من اللوحة عندي. بكتب أمر جي بي إكس وبختار الخطوط اللي أنا عايز أحط عليها بواطات تريح، بدوس انتر وبختار نقطة البداية اللي انا عايز الليزر يبتدي يحسب منها المسافة اللي هيحط بعدها بواط التريح. انا مثلا هنا طالع من اللوحة دي، طالع من النقطة او من الجزئية دي، فبختار نقطة قريبة من مكان الخروج بتاعي. بعد كده بختار بواط التريح اللي انا عايز اوزعه. بعد كده الليزب بيسألني على المسافات اللي أنا محتاج أحط بعدها بواط تريح، وليكن مثلا 15 متر، هنا المسافة بكتبها بالمتر وبدوس إنتر، بلاقي إن الليزب وزع لي بواطات تريح على حسب المسافة وعلى حسب عدد الانحناءات اللي حصلت عندي في المسار. لو أنا جيت على الخطوط المايلة دي هلاقي برضو إن الليزب بيحط لي بواطات التريح موازية للمسار بتاعي بالشكل ده. لو أنا جيت اخترت البواط واخترت المسافة 15 متر هلاقي إن هو حط البواط موازي للمسار بتاع الهوم ران بتاعي. هلاقي هنا إن هو حط بواطات تريح كل 15 متر أو كل انحناءين زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. لو انا جيت قست المسافة مثلا من اللوحة لحد بوط التريح اللي هو ده هلاقي ان هي 15 متر. بعد كده بيحط اول بوط، بعد كده بيعيد الحسابات مرة تانية على حسب المسافة اللي انت حددتها 15 متر، هيحط بوط تريح تاني، او لو حصل انحناءين في المسار من غير ما يعدي 15 متر أو المسافة اللي أنت حددتها هيحط بواط تريح تاني. الليزب مجاني، هتقدر تلاقيه في قائمة سيركت برو، رابط التحميل في البوست على الفيسبوك. تقدر تحمل البرنامج وتسطبه وتبتدي تستخدم الليزب من غير ما تحتاج تفعيل. وشكرا.